طيب دكتور سعيد اللويندي الخبير بالعلاقات الدولية معانا كمان على التليفون. يا دكتور سعيد صباح الخير يا فندم على حضرتك. اهلا بيك يا استاذه هواند، اهلا بيك. بيك يا فندم. يعني هل حضرتك من المتفائلين من هذه القمة وتتوقع ان سيكون هناك جديد على ارض الواقع في الملفات المختلفة من القضية الفلسطينية على سبيل المثال وايضا مكافحة الارهاب، ام حضرتك يعني هتتفق مع سيادة العميد خالد عكاشة ان ربما هذه القمة لن تسفر عن جديد ولكن نأمل أن تسفر عن ذلك؟ يعني خلينا نفهم من حضرتك يا فندم. يعني أعتقد أن الأمل يساورني في أن تكون هذه القمة مختلفة عن كل القمم التي يمكن أن تحدث. أولا هذه القمة تعتبر انتصار بالفعل للدبلوماسية السعودية أنها استطاعت أن تجمع ثلاث قمم في آن واحد في الرياض. نعم. كل الأنظار تتجه إليهم بالفعل، وكل الدول الإسلامية كائنة ما كانت تريد أن تلتقي بالرئيس الامريكي ترامب وانت تستوضح منه امور كثيره جدا، بدليل ان اي مشكله تحدث في العالم حتى جماعه الدول العربيه عندما تدخل فيها تحولها للامم المتحده، معنى ذلك انها تحولها للولايات المتحده الامريكيه ومجلس الامن باعتبار ان الولايات المتحده الامريكيه عضو غير دائم كما تعرفين. نعم. يعني على اي حال اعتقد ان هذه القمه هناك جمله من القضايا، قضية الإرهاب والعنف والأمن والأمان في العالم وليس فقط في المنطقة، ثم أيضا القضية الفلسطينية، ثم الدول التي تحدق بالمنطقة الإقليمية بشكل أو بآخر سواء كانت إيران أو غيرها، يعني كل هذه القضايا. لكن أخشى ما أخشاه كما يقول فعلا العميد خالد عكاشة أن تتحول هذه القمة لأشياء أخرى لا علاقة لنا بها، مثلا صفقة القرن كما يقال، إلى حد أن بعض الصحف الأمريكية وعلى رأسها يعني المعادية بشكل أو بآخر لترامب تقول أن هناك صفقة القرن وأن يعني ترامب ليس إلا تاجر سلاح بشكل أو بآخر يريد أن يبيع سلاح في المنطقة. يعني هذا ما يقال عن هذه القمة. لابد أن نقرأ يعني أيضا في بعض الصحف الأوروبية تقول أن قمة تمت على عجل، لانه حتى لو جامعه الدول العربيه تريد ان يعني تعقد مؤتمرا ربما استمر الامر عده اشهر الى عام، لكن ان تتم في خلال اسبوع مثل هذه القمه. يعني انا اتفق مع حضرتك دكتور سعيد، هو ده مطروح فعلا، ولكن كمان كان في حديث عن توقع اقتصاديين الاعلان عن عدد من الاتفاقيات كمان خلال هذه الزياره للسعوديه لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكه والولايات المتحده. يعني كل ده حقيقي مطروح. يعني نحن نتكلم بشكل عام ليس فقط عن علاقات ثنائية السعودية الأمريكية، طبعا هذا مؤكد الشيء، هناك اتفاقات وهناك يعني مذكرات تفاهم سيتم توقيعها بشكل أو بآخر، لكن القمة الأمريكية الإسلامية العربية يعني أكثر من 30 أو العربية أيضا، أعتقد أن أكثر من 50 قائد دولة أو رئيس دولة يمكن أن تقب الرئيس ترامب. يعني البعض يرى في الصحف الأمريكية وليس في الصحف العربية أنها قمة غير مرغوب فيها على الأقل، وأنها قمة لا مكان لها من الإعراب، وأنها لن تحل أشياء كثيرة جدا مثل قضية الأزمة السورية مثلا، الأزمة السورية، الأزمة الليبية والعراقية واليمنية. يعني وجهة النظر أن تقول أن هذه الأزمات يمكن أن تحل حلا سياسيا، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست قريبة جدا من هذا الحل. القضية الفلسطينية التي يمر أو نقترب من عام 70 ولم تحل بشكل أو بآخر، بل إن إسرائيل عادت للعودة في قرارها الخاص بالمجتمع الدولي الذي أقر مبدأ الدولتين، أعتقد أنها رجعت عن هذا. وعادل الجبير وزير الخارجية السعودي قال إن هناك حلول غير واردة وغير يعني مسبوقة بالنسبة للقضية الفلسطينية. نأمل هذا ما يجعلنا نتمنى أن تنجح هذه القمم الثلاث في الرياض، والتي جعلت الأشخاص كلها الأنظار كلها مش خاصة بشكل أو بآخر إلى الرياض. تمام. طبعا القمة هتنطلق اليوم، القمة الأولى هتكون ما بين الرئيس الأمريكي والملك سلمان، ثم قمة للقادة مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس ترامب. القمة الإسلامية العربية الأمريكية هتكون غدا، وهيكون طبعا في حضور للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوقعات بلقاء مطول ما بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الرؤية المصرية، ما الذي يمكن أن يطرح بعد طبعا القمة المصرية الأمريكية اللي عقدت في البيت الأبيض، وهنا الدور المصري في لما نتكلم هنا مع دول عربية إسلامية أخرى، وكل دولة ليها أجندتها وكل دولة ليها أيضا تصورها السياسي لقضايا المنطقة، الدور المصري شايفه إزاي حضرتك؟ لن تتكلم مصر عن أمورها الداخلية أو الخارجية بقدر ما تتكلم عن القضية الفلسطينية، باعتبار أنها توارت إلى الخلف عندما قفزت إلى الأمام الأزمة السورية والأزمة الليبية والأزمة اليمنية. الشيء الآخر الذي تحرص عليه مصر أيضا هو يعني مكافحة الإرهاب، باعتبار أن لها وجهة نظر تتعلق بأن الإرهاب آفة عالمية يجب أن تكون مكافحة مكافحة عالمية، ليست فقط الدول الإسلامية هي المعنية بذلك ولكن دول العالم كله، وليست الفضاءات العربية بشكل عام يتوفر فيها الأمن والأمان بقدر ما يتوفر في العالم كله. وأعتقد أن النقاش مع الحوار بشكل أو بصح مع يعني الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنها سيكون مفيدا جدا، وأعتقد أنه لسنا في حاجة لأن ندخل في حرب كانت ما كانت مع الدول المحيطة الإقليمية، ولكن علينا أن نتبنى وجهة النظر الخاصة بالحوار. الحوار هو أسلوب التمدن بشكل عام، وأعتقد أنه يمكن أن تحاور حتى مع إيران إذا كان ذلك ممكنا بعد أن تم الاتفاق أو الانتخابات أفرزت رئيس جديد لإيران. أعتقد أنه بشكل بآخر الحلول العسكرية لم تؤدي إلى أي نتيجة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سعيد اللوندي خبير العلاقات الدولية.